اليمن على حافة المجاعة، ليست منظمات المجتمع المدني ولا منظمات حقوق الإنسان ولا الجهات المعنية بذات الأمر هي من تقول ذلك، ولكنها الصورة الصادمة للقلب التي قد لا تهز مشاعر تجار الحروب ومصاصي الدماء. هكذا أصبحت الكثير من الأسر بأجسادها النحيلة ومعاناتها المأساوية ينهش الجوع أجسادها كل يوم بسبب سوء التغذية والحرب التي فرضتها الميليشيات الانقلابية. منظمات أممية ناشدت المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة إلى اليمن لتفادي وقوع مجاعة تهدد ملايين البشر مع ازدياد ضحايا انعدام الأمن الغذائي. هذه المناشدة جاءت في بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية الفاو ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف وبرنامج الأغذية العالمي، في حين قال البيان أن اليمن يواجه حاليا أحد أسوأ أزمات الجوع في العالم، حيث يواجه أكثر من ثلثي سكانه خطر الجوع ويحتاجون بشكل فوري وعاجل إلى مساعدات لإنقاذ أرواحهم. هذه الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني تأتي في وقت لا تزال ميليشيا الحوثي وصالح تقوم بمنع قوافل المساعدات الإغاثية من دخول محافظة تعز وتستولي على المساعدات الإنسانية المقدمة لمحافظة الحديدة وتسخرها لدعم حربها ضد أبناء الشعب اليمني. فيما أعلن في وقت سابق وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرغيف فتح عن قيام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باحتجاز ونهب أكثر من 63 سفينة إغاثية في ميناءي الحديدة والصليف وميناء عدن، وذلك منذ اغتصاب الانقلابيين على مؤسسات الدولة. ياسر هادي، قناة عدن الفضائية.